أطباء يتابعون مباراة المونديال من داخل غرف العمليات. إذن إحدى مشجعي ومتابعي المونديال ومباريات كأس العالم أثناء إجراء عملية جراحية خطيرة بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرجل في بولندا يجري عملية جراحية خطيرة وهو يشاهد مباريات كأس العالم من داخل غرف العمليات. إذن أطباء طلبوا تحويل شاشة المنظار إلى تلفاز لبث المباريات، كما قام فريق من أطباء قام بتخدير المريض في عموده الفقري، ثم تفاجأ الأطباء بسؤال المريض الذي يطلب منهم تحويل شاشة التلفاز وبث مباريات كأس العالم. رواد مواقع التواصل الاجتماعي كذلك مشاهدين أصيبوا بذهول من طلب هذا الرجل لهذا الشيء، والذي وصفه البعض بالعشق الزائد لكرة القدم، أما رد البعض الآخر بأن كأس العالم فرصة لا تتعوض إلا كل 4 أعوام. كما نشرت بعض الصور الأخرى لعيادات بدأت في تقليد الفكرة بعرض المباريات على المرضى أثناء علاجهم في بلدان أخرى.